أه لو تعلمون ماذا سيحكي عنكم التاريخ. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. ماذا سيحكي التاريخ؟ بص، نحن نعيش أصعب لحظات في تاريخ النادي الأهلي على كل الأصعدة. الأهلي يذهب ليلعب في إفريقيا لا يجد الإنصاف ويجد التحامل. الأهلي يلعب محليا لا يجد الإنصاف ويجد التحامل. الأهلي في التعامل الإعلامي لا يلقى الإنصاف ولا يلقى إلا التحامل. أستاذ إبراهيم، أنا عمال بفكر الفترة اللي فاتت دي هو إيه؟ هو ليه كده؟ هو إحنا لينا بقالنا يجي 7 8 سنين في أفريقيا الأمور بتتدهور، وعملية إطاحة الأهلي ممنهجة بشكل حتى الرمق الأخير وبشكل فج. الأول كان بيعملوه من خلال حكم، إنما أصبح دلوقتي ما في اللعب على المنظومة. المكشوف. اللعب على المكشوف. أنا عندي تفاصيل في فاينل البطولة الماضية، ومسؤول كبير في الاتحاد الإفريقي يغير من ترتيب بلوس إدارة النادي الأهلي بنفسه. مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الافريقي. ايوه. بروتوكوليا، في بروتوكول. رئيس الاتحاد الافريقي، الناديين، الوزير، رئيس الاتحاد المحلي. بروتوكول. اي الاماكن دي اتشالت، واصر الاهلي على تصحيح، تم تصحيح الوضع بشكل الى حد ما ولكن ليس كاملا. تقصد ان الديات كانت الاوضاع الكاشفه للموضوع كله، لما تتحرك انت بنفسك تغير الكرسي. رايك. ده راي بيكشف عاطفتك تجاه النادي الاهلي. لما حضرتك كل سنه تجيب لي نفس الحكم عشان يطيح بيا، على الرغم من ايه؟ خلاص بقى انت لعبتها هناك في جنوب افريقيا. انا بدل ما اخسر 3 خسرت 5. ضربه جزاء وهميه، كره باليد، ماشي يا اخي سيبني بقى اعمل محاولتي، اديني فرصتي، خلي عندك شويه، يبقى في نوع من الفير بلاي، تلغي لي جون وضربتين جزاء وتكتفني، وانا من الاول تعلم ان بكاري جسامه ده هو مخرج الروائع الذي يطيح بالاهلي دائما. بعدها بيوم الضوء الكاشف الساطع. نتمنى الزمالك يفوز بالكونفدراليه، اتمنى يا سيدي ان يلقى المساعده. صحيح، نتمنى ان يلقى الزمالك المساعده، بس واحنا كمان ايوه ما تبدل ما تبدل المواقف. كان ممكن تلاقي الاهلي هو اللي مكمل والزمالك بره، لا اتحسبت الكره اللي دخلت الجون دي جون. هتقول لي الزمالك له، ايوه ما هي دي وجهات نظر، مين اللي بيتحكم فيها؟ مين اللي بيوصلك للنتيجه النهائيه اللي هو عايزها؟ الحكم، حكم الملعب، الاسطى، الاسطى، المعلم. اللي يدي الفريق اللي بيهاجم، اللي بيهاجم 6 انذارات، واللي بيدافع ويضيع وقت ويرتكب اخطاء 0 ولا انذار 0. هذا تحكيم فاجر فج. يشعر بالاطمئنان، وكيف لا وهو قد تلقى تعليماته. مطمن. مين هيحاسبه؟ بيقولوا الاهلي ما قدمش ليه، فالاهلي يشعرون بالجدول، لكن انا مع ان يقدم الاهلي ويضع كل واحد امام مسؤوليته واثبات الحاله. خلي التاريخ يجمع نقط. خلي التاريخ يجمع نقط. تيجي بقى في التداول الاعلامي. الاهلي المصري الذي يشرف مصر. كيف عمل هكذا في مهب الريح والتلقيح؟ كله يخبط، يحط لك السم في العسل،
جمهور الاهلي العظيم العظيم العظيم، بس ايه الستين اللي ما لهمش لازمه. طب هم اترموا امتى؟ الحكم فضل واقف لحد ما يحدفهم عليه. دخلش على اوضته ليه؟ ومين عارف مين اللي رمى الكام ازازه دول؟ ما هيبقناش عارفين يا استاذ ابراهيم. الدنيا متشابكه جدا. ولذلك انا لما بقول الاهلي ملوش جمهوره، لكن ليس هذا سكن بملكيه احد للنادي الاهلي. ايوه الاهلي ليس ملك اعضائه وليس ملك جمهوره. الاهلي ملك تاريخه ولا ملك مجلس ادارته؟ الاهلي ملك تاريخه. استاذ ابراهيم انا وحضرتك، انا اتولدت لقيتني اهلاوي وانا عندي 8 سنين. قاعد جنب الراديو حبيت النادي ده، بدات اعرف عنه حبيته اكتر، دخلته عشقته لانه بيمثل كل حاجه حلوه اتمناها في حاجه حلوه بحبها. كل ما تطلب قيمه من القيم وتقول نفسي كذا نفسي كذا تلاقيها في النادي الاهلي. مش معنى ان انا احب النادي الاهلي واضيع عمري وان انا بقيت صاحب حق عليه. انا اعمل اللي عليا له. ايوه. لكن مش ليل نهار ليل نهار ليل نهار الاهلي وملك جماهيره. الاهلي ملك جماهيره. ملك جماهيره كفكره